اهلا بكم في فيديو جديد ونصيحه جديده من نصائح الخنفري. فيديو النهارده هجاوب عن سؤال اتسالته كتير، ازاي تاخد اقصى اداء ممكن من البرفان بحيث ان هو يعديك اليوم كله او يقضيك اليوم كله من غير مشاكل، من غير ما تحس ان انت مقصر في حاجه. الاول لو مش عامل سبسكرايب يا ريت تديني واحده سبسكرايب، واكتب لي في الكومنتات لو عندك اي برفانات عايزني اتكلم عنها او اعمل لها ريفيو، وبرده لو في برفانين معينين عايزني اقارنهم ببعض. ودلوقتي برضو الخنفري بقى على انستجرام، ممكن اسيب لك لينك في اول كومنت تحت، ممكن تعمل لي فولو لو عايز، ونرجع تاني للفيديو. دلوقتي ايه الخطوات اللي انت محتاج تاخدها عشان تاخد اقصى اداء ممكن من البرفان اللي انت جايبه؟ اول حاجة انت ممكن تحط البرفان ده بعد ما تستحمى. يعني انت مثلا نازل عندك مشوار، ومشوار مهم مثلا رايح انترفيو ولا حاجة، فانت عايز تبقى متشيك ومتوضب كده ومتظبط ونازل عندك الانترفيو، فعايز تحط البرفان بحيث ان هو يبقى ملحوظ وفي نفس الوقت مش نفاذ قوي او مش مزعج قوي للي حواليك. لان في برفانات اول ما بترشها اول ساعة مثلا بتحس ان البرفان صارخ قوي، بيقول للناس اتفرجوا عليا انا، هو عايز يثبت نفسه بكل الطرق. ففي برفانات ما بتبقاش مناسبة قوي للاجواء دي او للمواقف دي. فاول حاجة تعرفها ان انت قيم ايه الموقف ان انت نازل تستخدم فيه البرفان. يعني هل انت رايح تقابل واحدة؟ هل انت هتبقى قريب قوي من الشخص اللي قدامك؟ هل انت نازل بس مع اصحابك كاجوال كده تقعدوا على القهوة او كافيه؟ او هل انت رايح عندك انترفيو؟ ناخد مثلا مثال ان انت رايح عندك انترفيو، رايح عندك انترفيو الساعة 10 وانت مثلا في بيتك الساعة 9 والطريق هياخد نص ساعة. فانت بتستحمى وبتجهز قبل ما بتنزل مثلا ب10 دقايق تبتدي ترش البرفان ده، لان البرفان بياخد من 10 دقايق لغاية 25 دقيقة 30 دقيقة على ما ريحته تبتدي تهدى، ويعني ايه التوب نوتس الصرخة قوي بتاعته تبتدي ان هي ايه تسيتل داون كده وتهدى، ان انت تبتدي تستمتع بحلاوة البرفان. فلو انت عندك الانترفيو الساعة 10 وانت حاطط البرفان ده 10 ل 10 هتحس ان انت يعني ايه نفاذ قوي بالنسبة للموقف، يعني بتحس ان انت محاول جاهدا ان انت تقول للناس انا حاطط البرفان الفلاني، فاحيانا بيبقى مزعج للناس اللي حواليك. فحاول انك تنتقي الميعاد الكويس ان انت تحط فيه البرفان. يعني لو عندك مثلا ويندو مثلا من الوقت، او يعني سلوت من الوقت، او يعني وقت معين ان انت تنزل تحط البرفان ده فيه مثلا ساعة ولا حاجة، ده يبقى افضل حاجة. انا دايما بفضل ان انا احط البرفان ايا كان الموقف اللي انا رايحه نص ساعة قبل الميعاد بتاعي او قبل الموقف اللي انا نازل اعمله. نص ساعة دي بتبقى كافية قوي ان البرفان يهدى وما يبقاش مزعج، وفي نفس الوقت يبقى لسه قوي وليه نسبة فوحان كويسة بحيث ان هو يبقى ملحوظ بدرجة جامدة. فنص ساعة ده من رأيي الشخصي ان هو ده انسب حاجة ان انت تحط فيها البرفان قبل ما تكون نازل الموقف بتاعك. تاني حاجة، شوف الموقف اللي انت نازله ده هيفضل قد ايه. يعني هل مثلا انت نازل معاد نص ساعة، ساعة الا ربع مثلا، ساعة بالكتير وخلاص وهترجع بيتك، فهل هتستخدم البرفان بكثرة هترش كتير منه، ولا يعني هتنزل مثلا اليوم كله وهتبقى مثلا قاعد في المكتب 8-9 ساعات ومحتاج البرفان يقضيك وقت كبير قوي. فلو انت نازل مشوار ساعة، مشوار خطف كده ايه ساعة ساعة ونص ولا حاجة، رشتين ثلاثة بالكتير من اي برفان ايا كان هو ايه، هو ده كل اللي هتحتاجه. طبعا لو انت حاطط برفان قوي قوي ممكن تقلل من كده كمان، ممكن تحط رشتين بالكتير قوي، ده هيبقى اكتر من كافي. انما لو انت نازل مثلا عندك ايه يوم طويل في الجامعة او يوم طويل في الشغل، لا بحبح ايدك مش مشكلة، حط 5 رشات، حط 6 رشات، مفيش مشكلة. يعني خليك كريم مع نفسك بحيث ان البرفان يقضيك اليوم كله مستريح من غير ما تحس ان انت مقصر من نقطة الاداء في البرفان ده، وتحس ان انت في نص اليوم عايز ترش تاني. طيب فرضا ان انت يومك طويل فعلا والبرفان ابتدى يخستع معاك في النص لان انت حاطط مثلا برفان ثباته مش اقوى حاجة، انت ممكن تستخدم مثلا اوتومايزر. انا كنت عملت فيديو قبل كده عن الاوتومايزرز اللي هو البخاخ. بخاخ بيبقى 5 ملي بتجيبه بتحطه في بتملاه من البرفان اللي انت عايزه، بيبقى 5 ملي فالموضوع مش مشكلة، وتخليه عندك في العربية او تحطه في جيبك. فلما بتحس ان البرفان ابتدى ان هو بينزل جامد قوي في الاداء، بتروح مثلا الحمام، تستأذن تروح الحمام ترش على نفسك مثلا ايه رشتين ثلاثة، بيعمل ريستارت تاني للبرفان. ولكن برضو حاول ان انت تبقى حذر، يعني لو هتحطه حط برضو ايه عدد رشات معقولة بحيث ان انت ما تبقاش نفاذ قوي، ما تبقاش كده ايه اوت اوف نوير، او ان انت طلعت من لا شيء بازازة برفان من جيبك وحطيتها والناس ابتدت تلاحظ هو جاب البرفان ده منين. فخليك يعني ايه اللي هو الرشات بتاعت النص اليوم دي رش رشتين ثلاثة بالكتير كده، وادي نفسك 10 دقايق برضو بحيث ان الريحة تهدى شوية وما تبقاش مزعج للي حواليك ان البرفان ياخد ويدي مع نفسه وريحته تبتدي تهدى. طيب دلوقتي فرض ان انت خلصت خلاص ورشيت تاني البرفان، ولكن يومك لسه طويل ومكمل، تعمل ايه بالظبط؟ هو انا دايما بنصح ان انت لما تيجي ترش البرفان ترشه على هدومك، ما ترشوش على جلدك.
لان البرفانات عامه، انا قريت قبل كده ان ما ينفعش ان انت ترش البرفانات على الجلد لان كيميكالز بتتفاعل مع الجلد وبتسبب مشاكل صحيه. انا مش عارف بصراحه، انا مش دكتور، مش قادر افتي في الموضوع ده، ولكن انا قريت مقالات يعني عن الموضوع ده يعني سريعا كده، فما اقدرش ان انا افتي فيها. ولكن بشكل عام الهدوم كارير اكبر وكارير احسن للبرفان من الجلد. البرفان على الجلد بتلاقيه يعني مثلا اخره ساعتين ثلاثة وبيروح لحاله، انما البرفان على الهدوم بيقعد بالايام. يعني في برفانات بتحس ان انت محتاج تغسل الهدوم عشان البرفان يطلع منها. فانت لو عايز البرفان يقعد معاك وقت اطول مدة اكبر، حاول ان انت ترشه على الهدوم وترشه في اماكن يعني الهدوم ما تبقاش بتبقع فيها. لان في مشكلة برضو الناس بتقولها، ان انت لو لابس تيشيرت ابيض ما ترشش برفان لونه اصفر او لونه فاقع قوي، بحيث ان هو هيسيب لك بقع في الهدوم. يعني انت لو لابس قميص ابيض ما ترشش مثلا دولسي اند جابانا زمان، دولسي اند جابانا زمان لونه بني، هتحس ان انت مبقع الهدوم. ما ترشش بنتلي فورمين انتنس، بنتلي فورمين انتنس لونه اصفر فاقع، ما هيبقع في الهدوم. ولكن رش برفان تحس ان ريحه ان الجوز بتاعه شفاف او ميال قوي للشفافيه، بحيث ان هو ما يبقعش هدومك. انما لو لابس مثلا بلوفر اسود، حط اللي انت عايزه يا سيدي، حط برفان ان شاء الله، تحط يعني بلاك افغانو، البرفان لونه اسود فحطه على اسود، مفيش مشكله مش باين. فحاول ان انت تخلي فيه انتقاء شويه، توفيق وتبديل ما بين البرفانات اللي انت بتستخدمها والهدوم والاوتفيت اللي انت بتستخدمه. انا عملت كذا فيديو قبل كده عن البرفانات اللي ممكن تستخدمها بالنسبه للهدوم. مش بس ان ستايل البرفان يبقى مناسب للهدوم، ولكن البرفان نفسه ما يبقعش في الهدوم اللي انت لابسها. يعني ما تبقاش لابس تيشيرت ابيض ورشش على نفسك 4-5 رشات والاماكن الرشات باينه للناس ان انت مبقع. يعني ما تبقاش عامل كده. يعني حاول ان انت يبقى عندك فيه فليكسيبيليتي شوية، او يعني قابلية ان انت تقدر توظف الموضوع ده كويس لصالحك. لان في ناس كتير قوي بتتحط في مواقف محرجة ان هي بتحط البرفان بكسرة وتبقى لابسة قميص ابيض مثلا وعندها اجتماع مهم، وتلاقي ان هو اماكن وضعه للبرفان ظهر قوي، يعني السبوتس بتاعت البرفان ظهر قوي في هدومه. فحاول انك تتجنب كده، بحيث ان انت تابلاي البرفان عن بعد شوية، بحيث ان هو يغطي مساحة اكبر وما يسيبش نقط مركزة قوي من البرفان. وحاول برضو ان انت تنتقي برفانات شفافة شوية لو انت لابس هدوم فاتحة. انما لو لابس هدوم غامقة طبعا انت حر كده كده، ما بيبانش فيها حاجة، بحبح مع نفسك وانطلق خالص، مفيش اي مشكلة. اخر حاجة تعرفها عشان تاخد يعني اداء كويس من البرفان اللي انت بتحطه، حاول ان انت تختار تركيز مناسب من البرفان اللي انت بتشتريه. يعني في برفانات انا بنصح ان انت تجيب الاي دي بي، وفي برفانات انصحك ان انت تجيب البرفوم، وفي برفانات انصحك ان انت تجيب الاي دي تي. يعني مثلا الفيرزاتشي ايروس بنصح الناس ان هي تجيب الايدو تواليت، لان البرفان صيفي وريحته منعشه وكل حاجه، فانت مش محتاج تركيز اتقل من كده. يعني البرفان بشكل عام انت مش محتاج اتقل من كده. في برفانات تانية زي دولسي اند جابانا ذا وان، انا انصحك ان انت تجيب الاي دي بي وتبعد تماما عن الايدو تواليت. الايدو تواليت اداؤه رايح في داهيه، مش هتحس ان انت مش شامم حاجه خالص. فحاول ان انت تجيب التركيز المناسب ليك ومناسب لاستخداماتك، بحيث ان انت ما تضطرش ان انت في نص اليوم او في المواقف اللي انت بتستخدمه فيها تقول يا ريتني كنت يعني زودت ايدي او جبت تركيز اكبر. فحاول انك تنتقي التركيز المناسب للمواقف اللي انت بتستخدمه فيها في حياتك اليوميه. لو انت بتبقى يومك بره البيت كتير، يبقى هات برفان ثبات واداؤه قوي قوي. لو انت مشاويرك كلها تخاطيفي ساعتين ثلاثه ولا حاجه، وبترجع البيت تاني تغير وتنزل تاني تغير وتنزل تاني والكلام ده، يبقى هات برفان خفيف، بحيث ان هو ما يبقاش مزعج اللي حواليك وما يبقاش تقيل قوي للمواقف اللي انت فيها. دي حاجة ما بينك وبين نفسك، مع استخداماتك لبرفانات كتير هتبتدي ان انت يبقى عندك النقطة دي، تعرف انا انهي تركيز مناسب لاستخدامي الشخصي. طبعا ده مناسب للاستخدام الشخصي، كل شخص مختلف عن التاني، الموضوع ما هوش كتالوج وما هوش يعني جايد لاين بشكل عام، لكن ده حاجة انت مع الوقت بتوظفها ما بينك وبين نفسك، تشوف ده مناسب للوقف الفلاني، ده مناسب للاستخدام الفلاني. فانت ما بينك وبين نفسك هيبقى عندك القابلية انك تنقي التركيز المناسب للبرفانات المعينة، بحيث ان انت تستخدمها في استخدامات مناسبة او ملائمة ليك انت. فده كانت نصايحي بشكل عام. هتكلم عن الموضوع ده باستفاضة في فيديوهات جاية، وهوريكم امثلة يعني حية او حيوية للمواقف اللي انا بستخدم فيها البرفانات اللي تركيزاتها مختلفة. ولكن ده الفيديو بشكل عام. ياريت تكتبولي في الكومنتات تحت، هل شاركوني ارائكم، ايه رأيكم ان ازاي انتوا يعني بتطلعوا اقصى استفادة من البرفان اللي بتستخدموه، وهل في تكنيك معين مثلا بتستخدمه عشان تزق ساعتين ثلاثة في اداء البرفان لو الاداء مش عاجبك، ونتناقش في الموضوع ده.